السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما ومش ناقصين. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا، حلقة للتاريخ. النهاردة هنعمل فطير، فطير خطير بطريقة توريق جديدة وسهلة جدا ومبسطة جدا، الحمد لله وبفضل الله كل اللي عمله وجربه اعجب بيه جدا جدا. تعالوا بينا بقى النهارده هنعمل كمان جنب الفطير الجبنه اللي بخيرها. رايحين النهارده نقول ايه للخير الفلاحي والاكل كده بتاع زمان وهنعمله بايدينا في البيت. اليومين دول اللبن ما شاء الله دسم جدا، الفتره دي فتره البرسيم، بالتالي بقى السمنه والزبده والقشطه واللبن كلهم كده ايه ما شاء الله خير كتير. علشان كده قررنا النهارده نعمل الجبنه الفلاحي او الجبنه اللي بخيرها، مش الجبنه القريش، الجبنه اللي بخيرها. طعمها بيبقى تحفه جدا جدا وطريقتها ولا اسهل من كده. دي وصفاتنا النهارده، خليكم معانا عشان نقول كل حاجه بالتفصيل وتعرفوا كل الاسرار وتعملوها باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدا حلقتنا ونشوف وصفاتنا، تعالوا نفتكر مع بعض الارقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. عندنا التليفون الارضي على 0900 917 والموبايل على 1710، وفي انتظار مكالماتكم واسئلتكم عن اي حاجه عايزينها. ويلا بينا على طول نبدا الحلقه، واول حاجه هنعملها الجبنه. زي ما اتفقنا الفترة دي اللبن الدسم فيه عالي، اللبن حلو جدا الفترة دي، فاستغليه بقى واعملي الجبنة. تقدري تعملي الجبنة القريش والجبنة اللي بخيرها. احنا النهاردة هنقولك ازاي تعملي الجبنة البيضة اللي بخيرها اللي هي الملح الخفيف دي في البيت بكل سهولة، مش تاخد منك ولا وقت ولا مجهود. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 2 كيلو لبن بلدي تمام كامل الدسم من عند لبان كده مضمون. هنحتاج لهم 2 معلقه كبيره ملح و2 معلقه كبيره منفحه. وللناس اللي بتسالني المنفحه بتيجي منين، كتير جدا جدا بتيجي من عند اللبانين، يعني اللبانين في المناطق الشعبيه موجود عندهم كلهم المنفحه، في البلاد كمان في معامل الالبان تقدري برضو تشتري منهم المنفحه تمام. يلا بينا بقى، زي ما شفتوا كده المقادير ولا اسهل من كده، 2 كيلو لبن، 2 معلقه ملح و2 معلقه منفحه. هنعمل ايه؟ هناخد الحليب بتاعنا كامل الدسم اللي جايبينه من عند اللبان واحطه في حله علشان ارفعه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما كان اللبن جايباه من مكان كويس موثوق فيه ولبن مش مغشوش كده وكامل الدسم، هيديكي نتيجه احلى وكميه جبنه اكتر. هبتدي ارفع اللبن على النار واحط عليه الملح، وهنا هنستنى اللبن مجرد ان هو يدفى بس، مش عايزين اللبن يغلي ولا يسخن جامد علشان المنفحه بتاعتنا تعرف تشتغل وتخلي وتحول اللبن لجبنه. يبقى اللبن على النار لغايه ما يدفى، يدفى يبقى عامل زي نقول ايه اكل البيبي كده تمام. نجيب معلقه علشان نحط الملح ونقلبه، ومعلقتين الملح الكبار دول هيدوكي نتيجه هايله جدا، طعم الجبنه يبقى ليها طعم بس في نفس الوقت مش حادقه. عايزه تزودي الملح بقى ده يرجع ليكي انت براحتك. هقلب الملح مع الحليب على النار لغايه ما الاقي اللبن دفي. موضوع ولا اسهل من كده، بسيط جدا جدا، وفي ثواني هتكوني عاملاها الجبنه، مجرد بس ان انت تسيبيها تتصفى. يعني عايزه تاكلي الجبنه بكره اعمليها النهارده، هاتي اللبن واعمليه النهارده على بالليل تصفيها والصبح تاكلي منها بألف هنا وشفاء. وهقول لكم ازاي كمان ان احنا نخزنها لو عملنا كميه كده كبيره نخزنها ازاي. انا دوبت الملح وسايبه اللبن على نار عالية عادي جدا لغاية بس احس ان هو دفي واخد درجة الحرارة اللي انا عايزاها، اللي هي ايدك تستحمل تحطيها فيه. يعني تحطي صباعك كده ايديك مستحملاه عادي جدا دافي كده، مش سخن قوي ولا اي حاجة علشان ما يبوظش معانا المنفحة. المنفحة بيبقى سائل كده لونه اصفر تمام. ده بيستخرج من الذبايح زي البقر والحاجات دي تمام. دي معلوماتي عنه. بتلاقوه زي ما قلنا في معامل الألبان، بتلاقوه عند اللبانين في المناطق الشعبية وفي البلاد، فسهل جدا ان كنتوا توفروها.
يبقى احنا حاطين كده اللبن على النار علشان يدفى. بدأ اللبن يدفى خلاص، يعني دقيقة واحدة وعلى طول هحط المنفحة. ومعانا تليفون. يا محمد، ألو ألو ألو، ازيك يا محمد؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا محمد. انت بتتصل بينا على طول صح يا محمد؟ صوتك بقى مميز بالنسبة لي. منورني. بحبك قوي يا شيف والله. وانا بحبك قوي. بتحب الفطير يا محمد؟ ايه؟ بتحب الفطير؟ فطير مشلتت. الو الو، ايوه يا محمد سامعني؟ سامع حضرتك يا شيف. بتحب الفطير المشلتت؟ بتحبه بالعسل ولا بالجبنة؟ لا بالعسل. طب يلا بقى خلي ماما تتفرج على الحلقة عشان تعمل لك الفطير ومعاه العسل. يا عسل انت. نورتنا يا محمد. يلا خلاص كفايه كده قوي قوي على اللبن، هرفعه من على النار دفي والدنيا تمام، وهبتدي اضيف عليه المنفحه. يلا بينا، بسم الله، واقلبها عشان بس تنتشر كده وتمتزج مع اللبن. وبس كده خلاص عملنا الجبنه. هغطي الحله بتاعتي واسيبها جنبي في اي مكان على رخامه المطبخ أربع خمس ساعات، عشان احنا كمان في الشتاء، في الصيف ممكن 3 4 ساعات هتلاقيها جاهزة. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان اللبن بتاعك فجأة وبعد ما تكشف عليه بعد 3 4 ساعات 5 ساعات كده بالكتير، هتلاقيه بقى كتلة واحدة عامل زي الزبادي بالشكل ده. مش عارف باين معانا؟ بقى كتلة. يلا بينا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هجهز شاشة واجهز مصفى. فين المصفى يا شباب؟ مصفيتي جوه. طيب جهزنا حلة أو بولة كبيرة علشان السوائل الزيادة تنزل فيها وهنحتاجها، فلازم البولة تكون نظيفة وزي الفل، والمصفى كمان. وهبتدي أحط شاشة تمام بالشكل ده، وندلق بقى الجبنة بتاعتنا، الجبنة اللي احنا كنا عملناها باللبن والملح والمنفح. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بصوا 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 بصوا، كتلة على بعضها. حلو حلو جدا. يلا بينا بقى نقفل الشاشة بتاعتنا ونربطها، واسيب الجبنة بتاعتي بقى من بالليل للصبح في التلاجة. ده لو احنا في الصيف، اما لو احنا في الشتاء فاحنا في تلاجة كبيرة، مش مشكلة بقى نخليها بره، مش هيجرى لها حاجة. تمام؟ يبقى لو احنا في الصيف يفضل ان احنا نحطها في التلاجة علشان طبعا ما يغيرش طعمها، وعلشان امعانا بقى ان هي تنزل السوائل بتاعتها كلها وبطريقة اسرع، حطي اي تقل فوقيها. يعني ايه؟ يعني احط طبق وفوق الطبق ده مثلا حلة فيها مية تاني، او حطي كيس سكر على الطبق، اي حاجة تقيلة بحيث ان هي تقل معايا على الجبنة وتنزل معانا السوائل. بصوا كده بقى معانا، بصوا المية اللي بتنزل، شايفين اهي؟ وكل ما هتضغطي عليها هتلاقيها بتنزل اكتر. مش عايزين بقى نقعد نضغط عليها بايدينا، علشان كده بقولك حطي طبق والطبق ده فوقيه حاجه تقيله، حله فيها ميه، كيس فيه رز او سكر فوق الطبق علشان يضغط على الجبنه وتنزل السوائل بتاعتها وتدينا النتيجه المظبوطه بعد ما السوائل تنزل. السوائل اللي نزلت تحت دي هنعمل فيها ايه؟ هنحتاجها، هناخدها ونحطها على النار تغلي، علشان دي اللي هنحفظ فيها الجبنه. تغلي وتبرد، وابتدي احط لها ملح كاني بالظبط هعمل مخلل. احط بقى ايه لكل كوبايه منها؟ معلقه صغيره، مش كبيره، معلقه صغيره من الملح، واقلبها تمام. وابتدي بقى احط في علبه واحط قطع الجبنه فيها واغطيها واحطها في الثلاجه. تمام، ده طريقه الحفظ. وتعالوا بينا بقى بعد ما الجبنه بتاعتنا باتت ليلة في التلاجة وعليها تقل علشان ينزل كل السوائل اللي فيها، نفضيها. أنا محتاجة طبق أهو. حالا. يلا بينا طبق نضيف علشان نقلب عليه الجبنة اللي احنا مصفينها من امبارح. ادي الشاشة هنفتحها بقى،
هايل جدا. بسم الله. صفت ميتها وبقت تمام. اوبا زي الفل. بصوا بقى معانا الجبنه بقت عامله ازاي، فظيعه ما شاء الله. بصوا شكلها جامده ومتساويه. تعالوا بينا بقى نقطع بالسكينه واوريكم شكلها ايه كمان. جبنه سهله خالص انك انت تتعاملي معاها. ناخد نقطع دول. بصوا عايزه اقول لكم بقى طعمها جنان، طعمها بيبقى بجد تحفه جدا جدا. هيفوتك كتير لو ما جربتيش الوصفه دي، سهله بسيطه والنتيجه مضمونه. جبنه مش ملعوب فيها، معموله بحليب طازه على ايديكي شارياه وعارفه كل المكونات اللي انت حطاها فيها، مفيش بقى حاجات اللي احنا بنسمع عنها، فهتاخدي نتيجه مضمونه ليكي ولكل حبايبك، هتقدمي لهم حاجه فعلا نظيفه ومضمونه. يا رب تكون الوصفه دي عجبتكم. هنطلع فاصل بقى صغير خالص وراجعين نشوف هنحفظها ازاي وكمان نشوف هنعمل ايه تاني. اوعى تروح في اي حته، مستنياك. شايفين الجمال؟ الجبنة تحفة جدا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. طريقتها سهلة خالص، وزي ما قلنا تخزينها إزاي، عايزة أخزنها المية اللي نزلت منها أحطها على النار تغلي تبرد، أحط لكل كوباية معلقة صغيرة من الملح، وأحط بقى الجبنة دي أرصها في علبة وعليها المية اللي إحنا حطينا لها الملح بعد ما بردت، ونغطي عليها. ممكن تحطي كمان شرايح فلفل معاها وحطي في التلاجة وشدي منها بقى براحتك وبألف هنا وشفا. نخش على وصفتنا التانية، الوصفة الرهيبة اللي عاملة قلبان على السوشيال ميديا، الفطير المشلتت بأسهل طريقة توريد. تعالوا بينا بقى نشوف مقاديره الأول، ناخد العجينة كده وبعدين نكمل مع بعض. عندنا إيه؟ عندي نص كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات، روحي اشتريه من فرن الفينو أو لما تروحي سوبر ماركت تلاقي عليه دقيق مخبوزات. هننخله كويس، وهنحتاج ده للعجينة معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، ومن كوباية لكوباية وربع مية فترة، عشان الدنيا ساقعة بس المية بتنزل لنا من الحنفية ساقعة قوي فهنخليها فترة، تمام؟ نقول كمان نص كيلو دقيق، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، من كوباية لكوباية وربع مية فترة، وللتوريق هنحتاج زبدة، تمام؟ وتعالوا بينا يلا نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أحط الدقيق اللي هو عبارة عن نص كيلو من الدقيق المخبوزات، بسم الله. نخلينه طبعا ضمانا للنظافه، واحط عندي هنا الميه، احط فيها السكر، واحط فيها معلقه صغيره من الملح، وادوبهم مع بعض عشان ابدا اعجن بيهم العجينه. يلا بينا هقلب. الميه دي ميه فاتره زي ما قلنا كده، ميه دافيه تقدري تستحملي ايدك فيها بكل بساطه. طب ليه ميه فاتره مش ميه ساقعه مثلا، خصوصا احنا دلوقتي في الشتاء والميه بتنزل من الحنفيه متلجه؟ الميه الفاتره هتساعد العجينه بتاعتي ان هي ترتاح بسرعه، تمام؟ عشان كده قلنا ميه فاتره ومش سخنه. يلا بينا بقى هنزل العجان بتاعي، ولو ما عنديش عجان هعجن على ايديا مفيش اي مشكله، وابتدي اصب الميه الفتره اللي فيها الملح والسكر. يلا بينا. مظبوط بالملي. حطينا قد ايه ميه؟ حطينا كوبايه وربع من الميه،
بس دايما بقول الميه في ايديكي، هنحط من كوبايه لكوبايه وربع، ده بيرجع لنوع الدقيق، في دقيق بياخد ميه اكتر من دقيق، بس معانا اهو اخد الكوبايه وربع بالظبط. تمام، هنفضل نعجن. هنعجن قد ايه؟ حوالي كده 7 دقايق 8 دقايق، لغايه ما الاقي العجينه بتاعتي بقت عامله زي اللبان، مططيه كده وناعمه تماما، وعايزاها كمان تكون بتلزق شويه، ما تكونش العجينه ناشفه. تمام، الزبده بقى، الزبده لازم تكون زبده طريه، بمعنى ايه؟ ما تكونش سايحه، ما تكونش سايحه خالص ميه، ولا تكون ناشفه. تمام، عشان يبقى سهل عليا ان انا افردها على العجينه. تمام، زي ما انتم شايفين طريه ايديا، بصوا بتغرس فيها على طول اهي. تمام، سهل ان انا اوزعها فوق العجينه بتاعتي. طيب لو انا الزبده عندي في الثلاجه وجامده ومش عارفه اعمل فيها ايه، هتصرف فيها ازاي؟ طلعيها حطيها في الميكرويف 20 ثانية 30 ثانية، هتلاقيها فكت وساحت. سيبيها في الجو اللي احنا فيه ده، هترجع تاني تتماسك، بس هتبقى ايه؟ طرية، مش هتبقى ناشفة زي ما كانت في التلاجة. تمام، عايزة اوريكم طيب ملمس العجين. بصوا كده، بصوا العجينة لسه محتاجة تتعجن تاني، لانها زي ما انتم شايفين كده لسه فيها تخريزة، بس بصوا بتلزق في الايد. تمام، ده اللي مطلوب. تعالوا بينا نكمل عجنها كمان 2 3 دقايق وارجع لكم على طول. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نكمل الفطير، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. عجننا العجينة، يلا بينا. بصوا كده العجينة خلاص اتعجنت، عجينة زي ما انتم شايفين، بصوا مططية في نفس الوقت عاملة زي اللبانة كده، بصوا عاملة ازاي، بصوا 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 بتمط ازاي، وملزقة سنة في ايديا، هو ده المطلوب. تعالوا ننزلها بقى من العجان. بسم الله الرحمن الرحيم، متقلقيش ان هي ملزقة، احنا عايزينها كده. يلا بينا. عندي دقيق هبتدي اخد منه رشه على الرخامه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل العجينه. نجيب العجينه زي الفل، ونحط العجينه هنا كده، ورشه بسيطه خالص من الدقيق، وابتدي اخدمها. انا هنزل لكم ده علشان ايه الدنيا تظبط معاكم ونكمل شغل. تمام، زي الفل، يلا بينا. معانا تليفون، ام شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ فاطمة؟ الله يخليك، الحمد لله يا روحي في نعمه. الحمد لله، الحمد لله. ايه الاخبار؟ وحشانا. الحمد لله والله. حبيبتي ما تشوفيش وحش يا رب، الله يخليك. معلش كان عندي برد. حاسه كنت لسه اقول لك انت عندك برد. مليون سلام عليكي. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه يا رب. واياكي يا روح قلبي. الحمد لله. الحمد لله. في نعمه والله، الحمد لله، في نعمه كبيره، الحمد لله. الحمد لله، ربنا يديك الصحه يا رب. جميل يا روحي، منوراني. في الاولاد والاحفاد وفي كل ما شاء الله. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، عايزاك تتفرجي على الفطير النهارده وتعمليه وتقولي لي رايك. ما فيش حاجه بديل من فحة ده يا شيخ فاطمه. ليه؟ عندك في البلد اكيد هتلاقيها. ابدا يا شيخ فاطمه. والله العظيم ينفع كده؟ خلاص احنا هنعمل مشروع، نجيب منفحه ونبيعها عشان نوفرها لكم. حبيبتي تسلمي يا روح، نورتيني. تسلمي يا قلبي، تسلمي يا روح قلبي، نورتيني. زي ما انتم شايفين خدمنا العجينه بتاعتنا، احنا عاجنين بس نص كيلو. تمام، هجيب بقى ايه؟ اجيب بلانشه كده، طبق، اي حاجه، وابتدي ارش عليه دقيق، واقسم العجينه بتاعتي دي نصين، او اعملها فطيره واحده، انت وراحتك. عايز تعمليها فطيره كبيره اعمليها على بعضها، عايزه تعمليها اصغر شويه زي ما احنا هنعملها فخليهم 2. الله، الفطير بيقب في الفرن يا جماعه. ايدي واحده وايدي الثانيه،
شايفين الفطير يا جماله؟ تمام. ونغطي بقى، انا رشيت كده العجينه بتاعتي دقيق من فوق دقيق من تحت، وهبتدي اغطيها ببلاستيك واغطيها كمان بفوطه نظيفه، واسيبها قد ايه؟ ربع ساعه. دي اول تريحه. خلاص يبقى عجننا كويس قوي، خدمناها، وبعد كده كورناها وهنسيبها ترتاح ربع ساعه. طيب بعد الربع ساعه ايه اللي هيحصل؟ انا حاسه ان دول العجين فين؟ الكورتين اللي انا هفردهم فين؟ طيب على بال ما نشوف. راكنينها على جنب، معلش. كنت هزعل. تمام. دي بعد ما بترتاح الربع ساعة، تمام، هبتدي اخدها علشان نفردها بقى. وهنفردها على ايه؟ على دقيق. احنا لغاية دلوقتي شغالين بالدقيق بس، ما خدناش اي مواد دهنية. رش الدقيق وهبتدي افرد العجينة بتاعتي. كل ما العجينه كانت معاكي من البدايه طريه، كل ما هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. وانت بتفردي افردي بشكل مستطيل شويه على قد ما تقدري. ومعانا النشابه ومعانا ام يوسف. الو، السلام عليكم يا شفاطمه. اهلا اهلا، ازيك يا ام يوسف، عامله ايه؟ ربي يحفظك يا فندم، الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي تسلمي لي. يا رب يخليك يا فندم. انا كنت متصله النهارده عشان حضرتك على حلم جميل قوي حلمته. لمين؟ قولي. ربنا يحفظك يا فندم والله، ومن جد الفلوس تدخل على مصر مش اكتر. بس حبيبتي حلمت بحد في القناه بيلبي البنات كده على راسهم، ولما سالت مين الشخص ده واللي بيعمل كده قالوا لي دكتور الطيب. قلت لهم طب ما تسميه فاتوه الملكه او ملكه الطيب. فهو حلم كان حلو قوي 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 للدكتوره مره بصراحه. ده هي تستاهل والله. هي تستاهل كل خير. على فكره والله انا ماليه اي منفعه معاها خالص ولا حاجه، بس انا بحبها لله يعني والله. كلنا يا حبيبتي والله بنحبها لله لله. هي انسانه محترمه وخلوقه وجدعه جدا يعني. ان شاء الله يكون الحلم الحلو كده من نصيبها باذن الله. نورتينا يا روح قلبي، نورتينا. ومن هنا بقول لها وحشتيني جدا يا مروه والله، بقالي كتير ما شفتكيش. بصوا فردت العجينه بتاعتي، شفتوا الفطيره؟ الفطيره يا جماعه خطيره. في خطوة مهمة بقى عشان اتلخمنا في التليفون اللي خدناه، خطوة مهمة جدا وهي طالعة سخنة كده من الفرن. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معايا كده. مجهزة زبدة، والزبدة دي مسيحاها في الفرن ومعاها قشطة، يعني معلقة زبدة معلقة قشطة، تمام؟ وأول ما الفطير بتاعنا يطلع من الفرن مفحفح كده هنديله على طول رشة من الزبدة والقشطة. طب فايدتها ايه؟ أول ما يطلع سخن كده هتطري الوش بتاعه لو هو ناشف. طيب حد بقى عايزه يبقى قطرة اكتر، غطيه على طول وهو سخن كده، غطيه بورق الومنيوم وسيبيه، هتلاقيه بقى طري جدا جدا من فوق وتحت وكله. ايه رأيكم؟ الفطير حكاية ولا ريحته يا جماعة جبارة؟ تمام. ما تيجوا نقول عشان ندخل كده الفرن كده، نقول التسوية وبعدين نرجع نعيدها تاني، مفيش مشكلة، عشان عايزين بس نسوي اكبر كمية موجودة معانا. بعد ما بنفرد العجين الفطير خلاص، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه، التسويه دي اهم حاجه في الموضوع. لو ما سويتيش كويس وظبطتي الفرن بتاعك كويس ممكن ما تاخديش النتيجه دي. فنعمل ايه؟ الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره، سواء فرن كهرباء غاز اللي متوفر عندك، علي الفرن على الاخر وشغليه ربع ساعه قبل ما تدخلي فيه اول فطيره. اتاكدي ان الفرن سخن جدا، وبعد كده هنقرب الشبكه بتاعتنا اللي بتبقى في النص دي قرب أرضية الفرن. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده عشان على قد ده يعني. طب تمام. بصوا شايفين الشبكة فين؟ الشبكة قريبة جدا جدا للأرضية، ده المطلوب عشان تقب معاكي وتستوي أسرع، وبالتالي تطلع معاكي طرية وما تنشفش. هنسيبه في الفرن لغاية ما ياخد لون من تحت ويبتدي ويقب معاكي والدنيا تظبط. لقيتيه خد لون كويس من تحت ولسه ما احمرش فوق، اطفي تحت وشغلي له الشوايه علشان يحمر من فوق، تمام؟ يبقى التسويه مهمه جدا. الفطير من الحاجات اللي بتحب نار عاليه علشان يطلع معاكي طري وما ينشفش منك، تمام؟ تعالوا ندخل واحده كمان. ندخل دي.
يبقى على اعلى درجه حراره فرننا شغال بقاله ربع ساعه قبل ما ندخل فيه اول فطيره علشان اتاكد ان الدنيا تمام. وتعالوا بينا يلا. فردنا العجينه بعد ما عجننا كورنا كورتين وريحناهم بالشكل ده ومغطينهم اهو ربع ساعه. بعد الربع ساعه بنعمل ايه؟ هناخد الكوره ونبتدي نفردها بشكل مستطيل، وكل ده احنا بنفرد على دقيق. بصوا الصوم كده كده باين معانا اهو 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 تمام هايل خلاص. وجه وقت التوريق او الزبده، هبتدي اخد الزبده الطريه ونحطها بقى ايه طبقه حلوه كده. تمام طبقه حلوه نحطها على العجينه اللي احنا فردينها على شكل مستطيل. زي ما انتم شايفين الزبده ولا هي سايحه ولا هي جامده، لانها لو جامده كمان مش هعرف افردها واتقطع معايا العجينه. وقلنا طريقه تسيح الزبده لو انت عايزاها طريه وان هي عندك في التلاجه. طبعا الزبده بنشيلها في التلاجه لانها من الحاجات اللي ممكن تخسر مننا فبتبقى جامده جدا. طب نتصرف ازاي في الزبده علشان نطريها ونعرف نشتغل بيها؟ طلعي الكميه اللي انت هتستخدميها حطيها في الميكرويف تسيح تسيح، وبعد كده سيبيها لو انت في الشتاء كده سيبيها في الجو اللي احنا فيه ده ساعه، هتلاقيها بقت راجعه تاني طريه تمام، وفي نفس الوقت ايه ولا هي سايحه ولا هي جامده. الفطيره بتاخد حوالي نص كوبايه زبده، اللي هي الفطيره اللي هي اللي احنا عاملينها الصغننه دي تمام. طبعا كل ما الفطيره بتكبر بتاخد اكتر. خلصنا ودهنا العجينه بتاعتنا كلها حتى حروفها وكله عشان اتاكد بقى ان هي تورق معايا والدنيا تمام. يلا بينا هنتصرف فيها ازاي. خلصنا خلاص دهناها كلها بالزبده وسويناها وكله كده طبقه واحده. تعالوا بينا نعمل رول. هبتدي ابرم والف كده الفطيره بتاعتي بالشكل ده، ولا اسهل من كده. خلصنا هلم الدنيا على بعضها كده تمام، واقفلها من الاطراف. هايل بقى رول تمام، رول ملفوف بالزبده حلو جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايبه طبق او بلانشه تانيه وبرده رشاها بالدقيق واحطه علشان يرتاح، ولازم برده نغطيه تمام. حاضر ونغطي فوطه نظيفه. يلا بينا هسيبه قد ايه يرتاح؟ ربع ساعه. يبقى دي اول تريحه بعد العجن تمام، عجننا وريحنا. وبعد كده بعد التزبيد او التوريق حطينا برضو الرول بتاعنا وهنريحه ربع ساعة، ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع نشوف بقى بعد ما اتعمل رول هنعمله فطيرة ازاي. اوعوا تروحوا في اي حتة مستنياكم. رجعنا لكم تاني ومكملين الفطير الخطير. لا بجد جبار ما شاء الله، صدقوني هتجربوه مره مش هتبطلوا ابدا تعملوه، هيطلع معاكي احلى من الجاهز، طعم ولذيذ وضمه الزبده اللي فيه وعامله كل حاجه فيه على ايديكي وسهل، مش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود. بينا بقى مكملين مراحل اكتمال القمر. كنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه العجينه وسبناها ترتاح. نرجع تاني عجننا العجينه وسبناها ترتاح ومغطيينها اهو. اعرف منين ان هي ارتاحت؟ بصي بقى
ايديكي وهتدوسي كده، لو اللي انت عملتيه بايديكي ده ما طلعش تاني، العجين ما قبش تاني، تبقى ارتاحت كده، تتفرد معاكي بكل سهوله. اما لو حطيتي ايديكي وطلع تاني العجين، فكده مهما تفردي فيه هيبقى عامل زي الاستك ويلم تاني، خلاص يبقى كده العجين ارتاح. بعد ما بيرتاح بنفرده بشكل مستطيل ونبتدي نحط له الزبده، تمام، الزبده اللي هي طريه. وبعد ما نحط له الزبده هنلفه رول ويبقى معانا بالشكل ده. برضو هنحطه على دقيق ونسيبه يرتاح تاني ربع ساعه علشان افرده. طيب يلا بينا بقى، بعد ما ارتاح هنعمل ايه؟ هاخد الرول كده وابتدي بقى، خلاص مش هنحط دقيق تاني، هنستخدم بعد كده الزيت. يلا بينا نجيب الزيت ونحط نقطتين زيت كده على الرخامه بتاعتنا علشان نبدا نفرد الرول اللي احنا عاملينه بالزبده، تمام؟ يلا بينا. بسم الله. كده الزيت وعلى العجينه وابتدي افرد. هتلاحظوا معايا بس دي جامده شويه، كنا حاطينها في الثلاجه علشان معموله من بدري، فما ينفعش نسيبها بره، الحر هيخلي الزبده تنطر منها. بس في البيت انت هتشتغلي على طول مفيش مشكله، بس لو في الصيف برضو، عشان لما حد يجي يتفرج على الفيديو ده في الصيف ولا حاجه، في الصيف ما بين التريحه والتريحه خصوصا بعد ما تحطي الزبده حطيها في الثلاجه بقى بدل ربع ساعه نص ساعه، خلاص علشان الزبده ما تفكش منك. زي ما انتم شايفين كده بنفرد العجينه، واجيب النشابه بتاعتي ونفرد. لو فاكرين احنا كنا الرول ده لفينه بالزبده الطريه، افردي بقى باي شكل انت عايزاه، اهم حاجه يتفرد معاكي كويس جدا. رجع تاني المستطيل بتاعنا الاولاني، فاكرينه قبل ما نحط الزبده، وبنفس السمك. حلو الكلام؟ حلو جدا. خلصنا خلاص. هنتصرف فيه ازاي بعد كده؟ دهن خالص بسيطة بالزيت، وهبتدي ألم العجينة بتاعتي. هلمها ازاي؟ بأي شكل. أنا عايزة أوريكم برضو بس الإيه، السمك بتاعه. بصوا السمك أهو، أهو شايفين قد إيه؟ بس كده. تعالوا بقى نلم بقى. تمام كده 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 كده، وارجعها تاني بقت كوره. خلاص المستطيل رجع اتكور تاني وبقى كوره، ودي هتكون اخر مره نريح فيها العجينه بتاعتنا. يبقى ريحنا 3 مرات كل مره على ربع ساعه، تمام. تعالوا نحطها بقى في طبق ونغطيها ونسيبها ترتاح الربع ساعة. بعد الربع ساعة هنعمل فيها ايه؟ هنبتدي بقى ناخدها، ودي اخر مرحلة ان احنا نفرد الفطيرة بتاعتنا، بقت فطيرة خلاص، هنفردها علشان التسوية. يلا بينا. طبعا لما بتكون مش محطه في التلاجه صراحه بتتفرد بايديكي هوا في ثواني. زي الفل. الفطيره بتاعتنا اتفردت بسمك قد ايه؟ نص سنتي. حلو قوي الكلام ده. هجهز معاكم صينيه مدهونه دهنه خفيفه بالزيت، ووش الفطيرة نفسه دهنة خفيفة كده، وابتدي احطها في الصينية اللي هتدخل الفرن، ويفضل تكون من الالومنيوم ده احسن حاجة كده. وزي ما اتفقنا وزي ما قلنا في بداية الحلقة واحنا بنسوي، فرنك على اعلى درجة حرارة، مقربين الشبكة، اقرب حاجة للارضية، يعتبر حطينا فوق الارضية على طول علشان الفطير بتاعنا يقب على طول ويستوي بسرعه من غير ما ينشف. تعالوا بينا بقى يلا ندخل الفطير اللي احنا لسه عاملينها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط واحده الفرن التاني كمان.
اقدر اقول لك دلوقتي انك انت في ساعه زمن بالظبط بالتمام والكمال هتعملي فطرتين، ممكن تعملي اربعه كمان، يعني العدد مش هيفرق في الوقت. تمام، العجن الكيلو هيعجن النص كيلو اللي احنا عملناه، ففطرتين او اربعه تعمليهم بالظبط في ساعه زمن، مش هياخدوا منك وقت خالص ولا مجهود، وزي ما شفتوا الموضوع بسيط جدا جدا، والنتيجه بقى مبهره صدقيني كده. وانت واقفه وتلاقي الفطير بيقب قدامك هتبصي تلاقي انك انت يعني في قمه سعادتك. عايزه اقول لكم نعم الكيلو اربع فطيرات، اه وده يرجع برضو يعني الكيلو اربع فطيرات او فطرتين ده على حسب انت هتقسمي الكيلو بتاعك على كام كوره، يعني لو عايزه فطيره اصغر من كده ممكن النص كيلو اللي احنا عاملينه تقسميه على اربعه مش اتنين، ده يرجع ليكي انت وراحتك. تمام، يلا فطرنا بقى ايه بيستوي، وتعالوا احكي لكم حدوته، ايه رايكم جاهزين؟ والله وانا كمان احكي لكم حكايه هي ايه، وهسالكم سؤال بعديها او نسال السؤال الاول، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني الناس السويه، الناس اللي هي تفكيرها كويس، الناس اللي عندها ايمان وعندها يعني اخلاقيات دايما بيردوا الاحسان باحسان، عمرهم ما بيردوا الاحسان باساءه ابدا. بس حكايتنا النهارده فيها حاجه مختلفه، يحكى ان زوجه او بنت جالها عريس، فابوها طلب من العريس ده كيس من البصل مهر، كيس بصل. الراجل كان زي ما بيقولوا يعني بالكلمه الدارجه في ايامنا دي بيشتري راجل، فطلب منه مهر كيس بصل، فاداله كيس البصل واتجوز بنته وخد بنته وروحوا يعيشوا في بلد تانية او بلده يعني بعيده. قعدوا مع بعض سنه واكتر، البنت وحشتها او وحشها اهلها، قالت له انا عايزه ازور اهلي، كانت خلفت بيبي صغير فخلاص اخدها علشان يروحوا بيت اهلها. البنت شالت ابنها، او هو لا هو الراجل اللي شال ابنه، وفي الطريق ما بين القريه دي والقريه دي نهر لازم يعدوه عشان توصل بيت اهلها، وهم بيعدوا النهر هو شال البيبي بتاعه او ابنه يعني، وهي بدات تعدي لوحدها، فوهي بتعدي اتزحلقت وقعت، فبتديره علشان ينقذها، قال لها يعني ايه انقذي نفسك او قومي انت مهرك كيس بصل. المهم ربنا بعت لها الا انقذها وقومها، ومشيت عدوا الطريق وعدوا النهر ووصلت لبيت اهلها، ولما وصلت لبيت اهلها حكت لباباها اللي حصل، فطبعا باباها استشاط غيظا اتضايق وانفعل عشان بنته، زعق فيه وقال له خد ابنك وامشي وخد كيس البصل بتاعك، لما تملاه ذهب تبقى ترجع تاخد البنت، ومشاه والراجل خد البيبي بتاعه ومشي وخد كيس البصل. بعد كده البيبي عمال يعيط عايز مامته، وطبعا مش عارف يعيش من غير مامته، والتاني حاسس ان هو عمل حاجه صعبه ومحتاج زوجته، قعد يحارب واشتغل ويواصل الليل بالنهار لغايه ما جمع الكيس وملاه ذهب، وراح تاني على بيت اهل زوجته وادالهم الكيس الذهب واخد زوجته ومشي. فباباها قال ايه؟ قال عملناه زي ما احنا عايزين او زي ما احنا متخيلين، طلع مش زي ما احنا تخيلناه، يعني احنا عملناه بالاحسان وباصلنا، طلع هو مش جدير باللي احنا عملناه معاه ومش اصيل. ده او الحدوته دي خلاصتها ايه؟ ان احنا فعلا في زماننا ده بقينا نشوف ده كتير قوي للاسف، للاسف الشديد، اللي دايما او اللي في يعني في ناس كده تشوفها طيبين فتحبهم، وتشوف ناس طيبين مش تكرههم بقى، تتعالى عليهم او تعملهم باسلوب صعب علشان هم طيبين. فبقى الطيبه في زماننا ده يعني الى حد ما بقت مش عارفه اقول ايه، يعني احيانا بنلام وعلى طيبتنا، لان في ناس بتعاملنا في ناس بتعاملنا على طيبتنا بحب، وفي ناس بتعاملنا على طيبتنا ان هم ما يقدروش الطيبه دي.
فكانت قصه كده قصيره استوقفتني النهارده وانا جايه قلت احكيها لكم. لا قبل ما نطلع فاصل نبص على الفطير وهو ايه بيقب. يلا بينا. بصوا كده معانا بدا الفطير زي ما انتم شايفين يقب ويلون. هنا كمان شايفين وانتي في المطبخ واقفه قدام الفرن هتبصي تلاقي هوب 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 الفطير عمال بيقب ويطلع معاكي مورق وفي منتهى الجمال. هنطلع فاصل صغير خالص نرجع لكم نشوف الفطير. اوعى تروح في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلصنا الفطير وطلع من الفرن قابب وزي الفل. ادينا له على طول القشطه اللي مع الزبده ومسيحينها في الميكرويف كده علشان تطري الوش. يا جماعه الفطير خطير. انا تبرد دي بس كده وافتحها لكم اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا. تعالوا بس نرفعها من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقنا اتفقنا ايه؟ ان الفطير علشان يطرى معاكي على طول وهو سخن غطيه. الناس اللي بتشتكي ان هو بينشف غطيه وهو سخن. وحاجه مهمه قلناها كمان ان الفرن لازم يكون عالي جدا علشان يديكي نتيجه تسويه روعه. فرن هادي يعني هينشف الفطيره. الله الله الله. بصوا كده نقلب الفطيره ونشوفها من الناحيه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هوب. ايه رايكم؟ فظيعه ما شاء الله. زي الفل ريحته مش قادره اقول لكم على جمالها. عايزه افتح كده الفطير واقول لكم من جوه عامل ازاي. هنا ده فطير بارد احنا قطعناه. بصوا الفطيره مورقه ازاي. بصوا 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 الطبقات بتاعه الفطير لعمره هيعجن معاكي اهو. مش عارفه والله العظيم ده احنا لو بنعد فلوس اشتوى كده. لا ما شاء الله بجد الفطير مورق ورهيب. عايزين نفتح بقى السخنه دي بس البس جلوفز بقى لحسن هتلسوع منها. اشتغلنا كله من غير جلافز بس السخونيه مش هقدر استحملها. يبقى من اسباب نجاح الفطير نقول بقى كل الاسباب علشان يطلع معاكي 10 على 10. اولا الدقيق، دقيق مخبوزات دي اهم حاجه تمام. قلبي السكر والملح في الميه لفتره، لازم تكون ميه فتره خاصه ان احنا في فصل الشتاء فالدنيا بتبقى ساقعه والميه بتنزل من الحنفيه ساقعه. اعجني كويس جدا جدا لغايه ما تاخدي عجينه لينه وطريه بتلزق في ايديكي بس مطاطيه وناعمه تمام. اخدمي العجينه دقيقه او دقيقتين على رشه من الدقيق. ريحي العجينه او ريحي الفطير بتاعك في مراحله الثلاثه ما بين كل مرحله والثانيه سيبيه يرتاح ربع ساعه تمام. اهو زي ما احنا مريحين كده لو فاكرين. هتحطي ايديكي هتلاقي ايديكي بتغرز يعني الفطيره بتفرد وانت بتفرديها على طول. شايفين بصوا مش عامله زي الاستك لا هتلاقيها بتتفرد على طول وده المطلوب. بعد ما بنفردها بشكل مستطيل هنحط لها الزبده ونعملها رول ونسيبها ترتاح تاني ربع ساعه. دي هتلاقيها برده خلاص ارتاحت. هتدوسي عليها كده خلاص ارتاحت ما بيقبش تاني تمام. وبعد ما نعمله رول ونسيبه ربع ساعه نفرده تاني وبعدين نلمه نفرده مستطيل تاني وبعدين نلمه ونكوره ونسيبه ربع ساعة تاني علشان يرتاح مرة تانية ونفرد الفطيرة ونسوي في الفرن. والفطير معانا في الفرن. لا تعالوا بقى بصوا بقى الفطير ما شاء الله ما شاء الله. الفطيرة ما بتاخدش في الفرن 10 دقايق وبتلاقيها قبت بقى وطلعت معانا. هميلها لكم حالا ثواني. وزي ما اتفقنا ومن عوامل نجاح الفطير الفرن السخن. لازم الفرن تشغليه قبل. بصوا بصوا الفطيره عامله زي المهلبيه مش عايز تقلب. ثواني هي هتقب دلوقتي وتبان معانا. نقفل عليها ونرجع لها كمان شويه تاني.
الفرن لازم يكون سخن جدا والشبكة على الأرضية علشان تكون درجة الحرارة عالية، والفرن لازم يشتغل مش أقل من ربع ساعة قبل ما نحط فيه الفطير. كل دي من عوامل نجاح الفطير علشان يطلع معاكي فطير خطير. تعالوا بينا بقى نفتح دي كده، سامعين الصوت؟ بصوا 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 بصوا، دي اللي احنا فردناها مع بعض على الهواء. بصوا من جوه عامله ازاي يا جماعه، انا ريقي جري. شايفين؟ تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. الفطيره رهيبه، مش خطيره، دي رهيبه، تحفه جدا جدا، وسخنه خالص مستويه وزي الفل. الفطير مورق ومقرمش من بره وطري من جوه، وبجد حاجه كده مغريه جدا للاكل. والفطيره قبت اهي، يلا بصوا كده قبت معانا خالص اهي، وهتبتدي تلون. هلف الصينيه في الفرن، لو لقيتيها من ناحيه احمرت وناحيه لا، لف الصينيه معاكي كده علشان كله ياخد نفس اللون. فرحتك بقى بالفطيره وهي قبه في الفرن كده، صدقوني وعن تجربه ملهاش مثيل. انا يوم ما قررت الكلام ده من اسبوع كده وانا قاعده، قررت ان انا عايزه اعمل الفطير بطريقه تبقى سهله، شفت كتير وقليل بصراحه، ورحت قايمه قلت هجرب، وقمت جربت والحمد لله التجربه يعني نجحت بامتياز. والفطير بيقب قدامي في الفرن كده مدى سعادتي ان هو قب معايا وورق والدنيا تمام، كنت قد ايه طايره من الفرح. وعلى طول صورته لكم بقى، والنهارده عملته لكم اهو. فيا رب ان شاء الله تكون النتيجه بالنسبه لكم كمان مبهره ومرضيه، ودعواتكم بقى يعني كل اللي هينفذ الفطير كده ويطلع معايا زي ما انتم شايفين كده يدعي لي ان شاء الله. هطلع بس الفطيره اللي في الفرن ونختم خلاص يا استاذ احمد. تمام جاهزين؟ وانا ليه مش سامعاكم النهارده؟ اه كده تمام زي الفل. هنطلع بس الفطيره عشان نبقى خلصنا كله، ممكن بقى ننزل تاني مقادير الجبنه ومقادير الفطير علشان اللي حابب بقى كده ايه ينفذ وما شافش الحلقه من اولها يشوف المقادير. وزي ما قلنا مقادير النهارده مفيش اسهل منها، هي الحركات هي اللي ايه مختلفه شويه. يلا بينا مقادير الجبنه بسيطه جدا. هنحتاج 2 كيلو لبن حليب يكون كامل الدسم من اللبان، هنحتاج لهم 2 معلقه كبيره ملح و2 معلقه كبيره منفحه. والمنفحه يا جماعه والله موجوده في معامل الالبان وموجوده كمان في عند اللبانين خصوصا في المناطق الشعبيه والارياف. والطريقه كانت بسيطه جدا جدا، دفينا اللبن ونزلنا فيه بالملح وقلبناه، ولما دفي رفعناه من على النار، حطينا المنفحه وغطيناه وسبناه، وبعد كده سبناه 4-5 ساعات هتلاقيه بقى كتله واحده. صفي في شاشه علشان ما تنزلش منه اي مكونات من بتاعته، يا دوبك تنزل الميه، وحطي عليه طبق وحطي فوقيه اي تقل، حله ثانيه فيها ميه، كيس رز، كيس سكر، اي حاجه تقيله بحيث ان هي تقلك فوق الجبنه فتنزل الشرش بتاعها تحت او الميه بتاعتها تحت، وتفضل الجبنه بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده متماسكه وطعمها لذيذ جدا بجد وهميه. اما بقى لو عاملين كميه كبيره وعايزين نحفظها في الثلاجه، فالميه اللي نزلت من الجبنه هناخدها نغليها على النار، ولما تغلي هعايرها بقى بالكوبايه، وكل كوبايه احط لها معلقه صغيره من الملح، واجيب علبه ثلاجه بعد ما الميه دي تبرد تماما احط الميه واسقط فيها بقى الجبنه بتاعتي، ممكن احط معاها قرن فلفل ولا اتنين، واغطيها واحطها في الثلاجه تقعد معاكي مش هيجرى لها اي حاجه، ونجري نجيب الفطيره. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا هوبا، وبسرعه بسرعه نديلها رشاه من الزبده والقشطه، والفطير معانا كمان على الهوا. ومقادير الفطير هي بسيطه ما فيهاش حاجه، دقيق ملح وسكر وميه، عباره عن ايه نص كوبايه نص كيلو من الدقيق المخبوزات، عندنا كمان معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره من الملح، وكوبايه الكوبايه وربع من الميه الفتره. هنعجنهم كويس زي ما قلنا، والطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها وبالف هنا وشفا. اه بجد انا مش عايزه اختم الحلقه من حلاوتها الفطير، لا الفطير شكله خطير، وعايزه افضل موجوده معاه حروسه كده عشان عارفه بعد الحلقه ايه اللي هيحصل.
دي كانت حلقتنا النهاردة. عملنا لكم الفطير المورق بأسهل طريقة ممكن تعمليها وأفضل نتيجة ممكن تاخديها. يا رب تكون حلقتنا النهاردة نالت إعجابكم. هستنى بقى التعليقات والتطبيقات، ضروري جدا عشان بتفرحني جدا جدا. على بيج البرنامج العزومة مع فاطمة بحيتي والبيج بتاعتي فاطمة بحيتي بالعربي وبالإنجليزي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.